لقطة المباراة اللي كلها كده هيتكلم عنها في كل الاستوديوهات وفي كل البرامج وفي كل المواقع وفي كل الجرائد، ما حدث من حسني عبد ربه. هو حسني عبد ربه زعلان مقموص، بس ما عملش رد فعل يعيبه، يعني او انه ممكن نقول ايه ان الراجل ده تجاوز، تجاوز غير اخلاقي مثلا يعني. ما هو يكفي يا كابتن ان هو يخرج بره الملعب. يعني لما نيجي نتكلم على حسني عبد ربه كقيمه كبيره جدا في اسماعيليه عموما وفي نادي الاسماعيلي خصوصا، ميدو وصف انه اسطوره، خلي بالك ميدو وصفه، وخد بالك انه اسطوره في الاسماعيليه، ان ميدو اخد لو تفتكر من 3 4 مباريات حسني راجع من اصابه، ما كانش حد يتوقع ابدا ان من الممكن انه يبدا مع فرقه الاسماعيلي والمدير الفني اللي موجود يديله الثقه ان هو يبقى متواجد جوه الملعب، ان هو يقف على حيله جوه الملعب. الحقيقه ميدو عمل كده. فالحقيقه رد فعل حسني عبد ربه غير جيد بالمره ككابتن اولا لفرقه الاسماعيلي. معظم اللعيبه اللي موجوده بتحذو حذو بتعتبره مثل اعلى ليهم، فكان يجب عليه ان هو انفعالاته الداخليه كان ياجلها ككابتن للفرقه وكلاعب كبير وعنده ثبات انفعالي من تجارب كتيره جدا، فما كان يجب ابدا ان هو يتصرف هذا التصرف الغير لائق في حقه وفي حق المدير الفني.